السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض قبات لشغل السوبر ماركت. بصوا ما شاء الله قبات حلوة قوي، شكلها جميل والالوان مبهجة، والاطفال كلها طبعا بتحب الحاجات دي. وقلنا نغير شوية كده في القبات بتاعة الرز بلبن، فهنعمل كده كذا حاجة مختلفة. ده قبات رز بلبن، بصوا ما شاء الله شكلها. القبات دي طبعا بتنزل السوبر ماركت، بتباع في السوبر ماركت، اي سوبر ماركت عنده تلاجة بتنزلي تتفقي معاه وبتنزلي له شغلك. تعالوا مع بعض كده نشوف هنعملها ازاي. انا عندي هنا الاول هنعمل الرز، كوباية رز مصري عادي، احط عليه حوالي لتر مية واحطه على النار لحد ما الرز يستوي خالص. في الوقت ده انا ببدأ اجهز الحاجة بتاعتي اللي انا هشتغل بيها، الصوصات بتاعتي، اجهز كل حاجة كده، لان ترتيب الشغل اهم حاجة. ان انتي ترتبي الشغل، حضري حاجتك عشان ايه ما تضيعيش وقت. هنا معايا حوالي 3 معالق نوتيلا، دي بديل النوتيلا اللي هو سما. خدت كده حوالي 3 معالق، حطيت عليهم 3 4 معالق برضو من الزيت، وبحاول كده ايه بالراحة بالمعلقة كده ايه اقلب فيهم لحد ايه ما يفكوا خالص معايا من غير حمام بخار ولا اي حاجة، هي بس مجرد الزيت، وتقلبي تقلبي لحد ما تفك معاكي النوتيلا. عندي ده صوص الكراميل، ده من المتحدة، الكيس ده انا بجيبه ب25 جنيه، حلو قوي على فكرة الصوص ده، طعمه حلو قوي. ببدأ اخد برضو منه هنا كده شوية في كيس، ده كيس تلاجة، نحط فيه شوية. كيس التلاجة اللي عندي كانت كبيرة، ما لقيتش اللي كيس الصغيرة خلصت، بس عادي مفيش مشكلة، ناخد شوية كده في الكيس عشان بس ايه نعرف لما نيجي نحط على القبات نعرف نتحكم كويس، واحنا بنحط ما نبهدلش الدنيا يعني، ما نوقعش يعني ايه على القب نفسه او كده، فبالكيس كده بيبقى اسهل. فزي ما قلت لكم كده اهم حاجة ان انتوا تستفوا الشغل، ترتبوا كل حاجة بحيث ان الدنيا تبقى مترتبة حواليكوا، وما تاخدوش وقت كتير، ما تاخدوش وقت كتير في ان انتوا تحضروا الحاجة. عندي هنا كيس جيلي مانجا، حطيت كوباية مية سخنة، كوباية واحدة مية سخنة مغلية، ودوبت فيها كيس الجيلي، وكده جهزت الجيلي معايا، هركنه برضو على جنب كده ايه لحد ما يبرد. في بولة بقى دول حوالي 3 معالق كريم شانتي، تقريبا كريم شانتي خام، تمام. هحط عليهم برضو حوالي 2 معلقة كده ايه لبن بودر، والحاجات طبعا الكريم شانتي واللبن البودر الحاجات دي بتدي للرز بلبن طبعا دسامة، وبتخليه كريمي وطعمه حلو، وفي نفس الوقت قيمته حلوة. فدي تكلفة زيادة على الرز بلبن، تمام كده. حطيت هنا برضو حوالي 1/4 كوباية مية ساقعة تلجة، وهبدأ اضرب الكريم شانتي. انا عايزة الكريم شانتي يكون قوامه تقيل متماسك، ما تخففيش الكريم شانتي. جهزت الكريم شانتي معايا برضو، كل حاجة كده بجهزها وبركنها على جنب، بجهز كل حاجة كده جنبي. هنا معايا الكريمة بتاعت الحلويات، دي الازازة دي ب30 جنيه اللي هي السوري دي، ومعايا حوالي 2 لتر من اللبن الحليب، ودول 3 معالق نشا، 3 معالق معلقة ممسوحة مش معلقة هرمية، 3 معالق من النشا، بدوبهم في حوالي 1/4 كوباية مية، بدوب النشا في المية كويس. وزي ما قلت لكم انا هنا بجهز كل حاجة كده تبقى جاهزة معايا. الرز كده كان استوى خلاص، بصوا استوى لدرجة ان هو اتهرى، مش استوى، انا عايزاه يبقى كده عشان ما يبقاش باين خالص. وطبعا الرز زاد، طبعا كوباية الرز على 2 كيلو اللبن، نزلت هنا باللبن، طبعا بنزل باللبن وبقلب، انا كده ايه بقلب بايد والايد التانية هنزل بالحاجة اللي انا هحطها. هاخد شوية بقى من الكريمة، هاخد شوية من كريمة الحلويات، يعني ايه حوالي مثلا 3 معالق او 4 معالق، برضو بقلب اي حاجة انا بحطها بقلب. السكر انا مش هزود سكر قوي، لان الصوصات اللي انا هحطها مسكرة، فبلاش تزودوا السكر قوي، سواء بتعملها للبيت او للشغل بلاش تزودوا السكر قوي،
يعني انا حطيت تقريبا كوباية مليانة من السكر، والوقت بقى بحط الكريم شانتيه. بصوا القوام بتاع الكريم شانتيه ما شاء الله، قوام تقيل خالص. إيه لما تيجي تعملي الكريم شانتيه ما تعملهوش في الاول، يعني ما تجهزيش في الاول، لما تحسي ان الرز خلاص قرب يستوى إيه اضربي الكريم شانتيه عشان ما يسيحش معاكي. بصوا ما شاء الله إيه، خلى الرز بلبن كريمي خالص. كده الرز بلبن يبقى معاكي قوامه حلو كريمي، وفي نفس الوقت مغذي وطعمه دسم. إيه لو هتعمليه لاطفالك في البيت إيه هو يبقى حلو قوي، ولو لشغل زي ما انا عامله كده في القبات يعني للسوبر ماركت، برضو اللي هياخد القب هيعرف ان طعمه مميز وطعمه حلو ودسم، يعني مش اي حاجه. هنا المعلقتين النشا اللي انا كنت مدوباهم نزلت بيهم، انا حطيت فانيليا بس المقطع ده ما تسجلش، انا حطيت فانيليا. ما تحطي فانيليا، حطي فانيليا بودر، بلاش فانيليا السائل عشان ما تغمقش الرز بلبن. هنا كنت انا قطعت واحده من المانجا، قطعتها مكعبات كده برضو ركنتها على جنب. دي القبات اللي انا هشتغل فيها، القبات دي بتيجي من محل بتاع مستلزمات الحلواني، بيجي المية بحوالي 85 جنيه. دي اخر مرة انا جايبها، معرفش بصراحة بقى الاسعار زادت عن كده ولا لا، لان انا كنت جايبة كمية مع بعض، فمعرفش بقالهم فترة يعني موجودين عندي. فالقب بيجي بالغطا بتاعه ب85 جنيه. ببدأ اخد بقى كده الرز بلبن، املى القبات، بس مش هسيب كده مسافة صغيرة عشان ايه مساحة يعني ان انا احط الصوص عليه. ما شاء الله الكمية اللي انا عملتها، يعني ال2 كيلو لبن مع كوباية الرز، الكمية ديت عملت معايا 24 كب من القبات دي، يعني طلعوا 24 كب. 24 كب، الكب ده لو هتنزليه للسوبر ماركت شغل، الكب هتنزليه ب8.5 جنيه، علشان يتباع للعميل ب10 جنيه، يعني صاحب المحل يبيعه ب10، فانت تنزليه ب8.5. 8.5 هيبقى مكسبه حلو. انا مقدرش احسب لك المكسب بالظبط او تكلفته بالظبط، لان كل منطقة بتختلف عن المنطقة التانية. يعني مثلا كيلو اللبن عندي، لو قلت لك ان كيلو اللبن عندي ب13 جنيه، فال2 كيلو لبن ب26 جنيه، في حد ممكن هيخش يقول لي لا اللبن عندنا كيلو ب15 او ب14. فكل منطقة بيبقى السعر فيها مختلف. برضو نفس الحكاية الرز، لو قلت كيلو الرز مثلا عندي بكذا، حد ممكن يقول لي لا ده اغلى عندي او ارخص. فانت بتحسبي كل التكاليف اللي انت اشتغلت بيها، يعني تحسبي اللبن عندك بكام، هتحسبي انت خدتي كوباية الرز دي كام جرام، فتحسبي سعرها. خدت انا مثلا الصوصات اللي انا خدتها بحسب كل حاجة، يعني بحسب انا خدت كام جرام من الشوكولاتة مثلا نوتيلا، بحسب باكو الجيلي مثلا ب7 جنيه. كل حاجة بتحسبيها، وتحسبي سعر الكوبايات، وتحسبي الغاز، وتحطي سعر الغاز، تحسبي كل حاجة. وبعد ما تحسبي كل حاجة، طبعا هما مطلعين معاكي 24 كب، هتضربي ال24 في 8.5، هيطلع لك طبعا مبلغ. المبلغ اللي هيطلع معاكي انت تشوفي انت صرفتي كام، عشان تعرفي هيبقى المكسب بتاعك قد ايه بالظبط. ما شاء الله الرز بلبن طالع ما شاء الله حلو قوي. طبعا الكبات بمنديل كده، وتمسحي تنضفي كده الكب كويس، مفيش يبقى اي حاجة عليه زيادة. طبعا نظافة الشغل يعني عشان العميل لما يمسك الكوباية يعرف ان الشغل ما شاء الله حلو ونظيف. هنا المانجا اللي انا قطعتها، باخد كده ايه معلقة كده من المانجا، بوزع المانجا يعني على وش الكب، فانا مزودة حتى المانجا شوية عشان يعني تدي قيمة للمج بتاعك، للكب قصدي بتاعك. المنجاية نص الكيلو اللي انا عملتها عملت معايا حوالي 7 كبات من الرز بلبن، كانت ممكن تعمل طبعا اكتر لو كنت قللت شوية في قطع المنجا، بس انا فضلت ان انا اخلي المنجا كتير كده وظهر على الكب كويس. الجيلي بقى اللي عندي هاخد كده معلقتين او 3 كده في كل كب،
بحيث ان انا اغطي المانجا بالجيلي عشان المانجا ما تتبلش معايا، وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو بقى، مع يعني طعم حلو للرز بلبن. يعني التلاتة مع بعض، الرز بلبن والجيلي والمانجا، ميكس كده حلو قوي مع بعضه. جربيه ان شاء الله هيعجبك قوي. حتى الولاد لو انت مش بتنزلي شغل وهتعمليه للولاد في البيت هيعجبهم قوي. يعني انا بالنسبة لي الرز بلبن اللي بالمانجا ده المفضل بالنسبة لي، احسن حاجة عجبتني يعني في باقي القبات. هنا باخد بقى معلقة نوتيلا على كل برضو كب كده، معلقة كبيرة من النوتيلا، وببدأ اوزعها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا كل الاطفال بتعشق الشوكولاتة وبتعشق النوتيلا، فلو بنتك او ابنك مش بيحبوا الرز بلبن او مش بياكلوه قوي وحطيت لهم معلقه نوتيلا اكيد هيحبوه. بتبداي توزعي كده الشوكولاته النوتيلا كده على وش الكب، توزعيه كويس بالمعلقه زي ما انتم شايفين كده. وبرده لو في اي حاجه على الكب برده بتنضفوها كويس. ممكن بدل النوتيلا ممكن تحطوا صوص شوكولاتة، يعني تعملوا جناش شوكولاتة، مش صوص بقى، جناش شوكولاتة، او صوص اللي هو اللي بيبقى الجاهز اللي هو بتاع المتحدة، برضو ممكن برضو تحطوا منه، او الجناش اللي احنا بنعمله للطرط اللي هي الشوكولاتة الخام اللي احنا بندوبها في شوية من اللبن، برضو بتبقى حلوة. يعني انتوا بقى ايه، غيروا بقى، انا بديكوا افكار وانتوا بقى ايه برضو يعني غيره. وكل ما تنوعي في شغلك طبعا بيبقى احسن، يعني بدل ما تنزلي صنف واحد انت بتنزلي كذا صنف. هنا عند الكراميل برضو باخد بقى كده ايه شويه كده على كل كوب. بصوا الكيس كده بيسهل وانت بتحطي كده بيسهل عليكي، احسن ما كنا نحط بالمعلقه، نعمل خطوط كده. وبعدين ما تزودوش قوي في الكراميل لان الكراميل مسكر جدا. انا كنت هنا بجرب احط على النوتيلا كده خطوط كراميل، بس لقيت النوتيلا لسه سايحه، فبعدين قلت لا كفايه كده ما تبقاش كتير قوي. بصوا ده الغطا بتاع الكب، ببدا اخد بقى الغطا كده ايه وبقفل الكبات اللي عندي، بقفلها عشان احطها في التلاجة بقى ايه تسقع كده وتتماسك. وطبعا الشغل ده تعمليه من بالليل، لو هتنزليه تاني يوم اعمليه من بالليل، يكون افضل ان انت تعمليه من بالليل طبعا، يفضل في التلاجة كده من بالليل. هنا اروى كانت دخلت معايا تقفل معايا. بصوا ما شاء الله عمل كميه حلوه قوي، الاتنين كيلو لبن عملوا كميه يعني 24 كوب ما شاء الله حلوين. وزي ما قلت لكم لو هتنزلوا شغل للسوبر ماركت فالكوب ده بينزل ب 8 جنيه ونص، ما ينفعش ينزل اقل من كده، لان طبعا انت مستخدمه لبن. لو استخدمتي الحاجات اللي انا استخدمتها دي بالظبط، يعني لو حطيتي لبن بودر وحطيتي كريم شانتيه وكريمة حلويات، لو استخدمتي ده كله مش هينفع تنزليه بأقل من كده. بصوا هنا بقى الكارت بتاعي اللي انا عاملاه ده، كارت يعني طبعاه بيبقى بالاسم بتاعك طبعا والعنوان ورقم التليفون وتاريخ الانتاج والصلاحية لمدة قد ايه. الكارت ده بيدي قيمة للشغل بتاعك برضو، وعشان اللي ياخد الكب بتاعك يبقى عارف ان ده شغلك انتي، لان طبعا في ناس كتير بتنزل الشغل ده، فتبقي معروفة برضو ايه ان دي حاجتك انتي، وتبقي معروفة برضو ايه يعني تعرفي في السوق. يعني لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا، لو استفدتم لو بمعلومة واحدة ياريت تدعموني، اللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك في القناة، وكومنت حلو كده منكم يشجعني ويحفزني عشان انزل لكم فيديوهات ان شاء الله كل يوم. وشوفوا برضو لو عايزين اي حاجة فيديوهات معينة ان انا انزلها برضو ان شاء الله هنزلها معاكم، اكتبوا لي في التعليقات. وان شاء الله الفترة الجاية هنزل برضو فيديوهات كتير لشغل السوبر ماركت والاونلاين والحاجات دي كلها. ما تنسوش اللايك عشان هو اللي بيرفع الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.